السلام عليكم. خليني أعطيكم خطة للتعافي إن شاء الله بعد علاقة مع شخص نرجسي. هذه طبعا اقتراحات، لكن هي عن طرق دراسات وبحوث، حبيت أشاركها معكم لأنه أعرف في كثير من الناس يتألمون بعد الانفصال ويظل ألمهم سنين طويلة جدا جدا، لأنه يمكن ما سلكوا الطريق الصحيح في التعافي. فإن شاء الله بإذن الله إحنا قادرين نتعافى ونتجاوز. دائما خليكي مؤمنة بهذا الشيء، إن الله أنزل مع كل داء دواء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فخلينا مؤمنين بهذا الشيء، إنه هذه مرحلة وستعدي. مهما كان ألمنا، مهما كان جرحنا كبير، راح يعدي. الإيمان بهذا الشيء مهم جدا جدا جدا. فلا تكرري أي كلمات مستحيل، صعب، أنا جرحتك جرحي كبير، مستحيل أثق مرة ثانية. لا لا لا، كل هذا الشيء مو صحيح. هتخرجي من هذه الأزمة إن شاء الله بإذن الله بقوتك النفسية وبإرادتك بإذن الله، وبإذن واحد أحد راح يساعدك. طيب، بس هذا الشيء لازم تكون هي القاعدة في التعافي. طيب، خليني أبدأ لكم في بدايات الانفصال عن الشخص النرجسي. في بدايات لازم يكون في بعد تام قدر المستطاع. في ناس ما يقدرون، لكن قدر المستطاع ينصحون أن يكون في بعد تام عن هذا الشخص. بمعنى لا تراقبي السوشيال ميديا الخاصة فيه، إيش يكتب إيش ما كتب. ممكن بعضهم يروحون يبدأوا علاقة جديدة وأنت تتحسر على نفسك، يمكن يقول كلام مش كويس، أشياء كثيرة مش في صالحك، تشوفين إيش قاعد يكتب حاليا. ابعدي بعد تام، سكري بلوك 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 على قول رضوى، لأنه هذا أسلم لصحتك النفسية. طيب، فالبعد التام هذه خطوة مهمة جدا إذا استطعت عليها طبعا. الشيء الثاني اللي هو الرومينيشن أو إطالة التفكير في الأمر. هنا عقلك حيحاول يفهم إيش اللي حصل بالضبط، حيحاول يجمع النقاط ويجعل يضع النقاط فوق الحروف، ويحاول يستوعب إيش اللي صار فيه. لأنه كل ما أنت كنتي مع النرجسي كان له مخك ملخبط، كنت حاسة أن كل شيء ملخبط فيكي، مش عارفة، حيرة كبيرة، قلق كبير، خوف كبير، فكنت مضطربة. عرفتي كيف؟ الآن في الفترة القادمة الأولى هذه حتكون هي رومينيشن فيها كثير جدا جدا، فتقبلي الأمر بس حيزول عنك، لا تخافي. أوكي؟ هذا الرومينيشن هو مجرد عقلك قاعد يحاول يمنطق اللي حصل معك. عرفتي كيف؟ يجمع كل الأحداث، يحطها مع بعض، يربطها في بعض الأحداث كذا كذا. فتكون في فترة من هذا القبيل. أنصحك إما تكوني تابعي مع معالج نفسي إذا احتاج الأمر، إذا حسيتي نفسك مرة وحيدة ما عندك أحد مثلا في هذه الفترة، أو إذا كان عندك صديقة مثلا أطلبي منها أنها تستمع فقط. يعني مش أنه مش بالضرورة تعطيكي آراءها الحكيمة في هذه اللحظة، أنه فقط أنه بس فضفضة، طلع اللي في قلبك بس قولي لها كذا. عشان أحيانا بعض الأصدقاء كمان يقسوا علينا مثلا بكلمات مثلا قلت لك أنا من أول، الله يهديكي، بس أنت كيف مشيتي مع هذا الشخص وكذا كذا، في نموكي، فأنت مش ناقصة. فأنت وضحي لها بالضبط أنت مش إيش محتاجة، محتاجة فضفضة فقط. عارفه كيف؟ بعد أنه مخك حيحتاج إلى منطقة الأشياء في عقلك أكثر. طيب، فهذه مرحلة حتمر فيها للأسف، يعني جزء من التعافي إن شاء الله. في أيضا أوجاع في الجسم حتكون، في ممكن صداع، في خفقان في القلب ممكن يكون التوتر اللي كان يعمل لك اياه، القلق، الخوف اللي كان يعمل لك اياه، كل هذه اشياء محتمله جدا جدا جدا. طيب، ارق، عدم قدره على النوم مثلا، تصحي من نص النوم مش قادره تكملي نومتك، كل هذه اثار طبيعيه جدا لجسمك قاعد يحاول انه يتاقلم مع الضغط النفسي الكبير اللي عاشه. عرفتوا؟ فتقبلي هذا الشيء أيضا أنه جزء من حياتك. حاولي مثلا تحاولي ترتبي حياتك بحيث أنه تراعين هذا الجانب النفسي فيكي. طيب، إذا اضطريتي مثلا تطبخي طبخة مثلا الأسبوع كله، رتبي أمورك مثلا بحيث أنه ما يكون عليكي ضغط يومي، قللي واجباتك ومسؤولياتك في الفترة الحالية لما تتم مرحلة التشافي. طيب، فاستوعبي نفسك في هذه المرحلة، استخدمي التنفس العميق، شهيق وزفير كذا، خذي شهيق يعني جامد كذا من بطنك، عارفة، وحاولي تطلعي شوية شوية كذا. كل هذه الأشياء بتساعد كثير كثير. طيب، دائما خليكي أنت متأملة أنه حتشفي إن شاء الله، هي مرحلة وحتعدي. طيب، جرح وحيبرى.
بإذن الله. فهذه أشياء أيضا جدا مهمة. تقبلي الخسارة، نعم أنا خسرت، ما المشكلة، عادي. دخلت في علاقة وما نجحت، ما طلعت بالنفس اللي توقعته، تصير مع أحسن العوائل، صح ولا لا؟ فتقبلك هذا الشيء جدا مهم. تقبلي الخسارة، تقبلي غضبك، تقبلي إنك حزينة الآن، تقبلي هذه الأشياء كلها، يعني منطقية. يعني عشتي مع شخص كان يعصب عليك كثير أو يصرخ عليك كثير أو يؤذيك نفسيا، أكيد راح تكون ردة فعل عليك عليها سيئة، فهمت علي؟ فتقبلي هذا الشيء، وحاولي مثلا تمشي أكثر، حاولي إنك مثلا تدوني، تدوين جدا مهم في فترة التعافي. اكتبي مشاعرك، إيش حاسة، كل الغضب اللي عندك طلعيه في الورق، فضفضي لأحد تثقين فيه، عارفة؟ كل هذه الأشياء راح تساعدك بإذن واحد أحد. حاولي إنك ما تعاتبي نفسك. أنا عارفة إنه كثير من النساء يقول أنا كنت غبية مثلا، كيف ما انتبهت إنه هو كان يسوي كذا، كيف ما انتبهت إنه... خلاص ما انتبهتي، طيب خلاص حتجدي نفسك، إيش حتستفيدي؟ اللي حدث حدث، واللي وقع وقع، خلاص الآن إحنا فيها، خسرنا وطلعنا، إيش هنسوي؟ هنحاول يعني نكمل المشوار. فمعاتبة نفسك ما حتفيدك بأي حاجة. حاولي إنك تكوني رؤوفة مع نفسك ورحيمة فيها في هذه الفترة، لأنها مجروحة كثير، والجرح يحتاج يعني هكذا يعني تفهم واستيعاب. إن شاء الله خليكي أنت صديقة نفسك العزيزة. في أشياء كثيرة حصلت مع النرجسي، في علاقتك مع النرجسي شككك في قدراتك، في نفسك، شككك في مهاراتك، كل هذه الأشياء حتحسيها إنه ثقتك يمكن ما هي زي أول. بعد ما تعدي مرحلة الحزن الأولاني هذا، حاولي تطلعي للناس مرة ثانية، تحاولي تطلعي تعملي أشياء مثلا تجدد من ثقتك بنفسك، إنجازات، أشياء يعني جديدة، تعلمي مهارات جديدة وكذا، عشان تخرجي من هذا الإحساس اللي هو تركه فيكي، ترك إنك أنت مثلا مهزوزة، ثقتك مش تمام في نفسك. هنا حتساعدي نفسك في هذه النقطة. طيب لا تستعجلي بالدخول في علاقة أخرى، لأنه أحيانا في ناس مثلا من كثر الألم اللي فيهم يحاولوا ينسوه بأنه يدخلوا في علاقة أخرى، هذا أكبر خطأ. تحتاجين يعني الخبراء يعني يقولون سنة على الأقل الإنسان يحتاج أنه يتشافى تماما ويرجع ثقته في نفسه تماما، وأشياء كثيرة، عارف كيف؟ يرجع يكون طبيعي، يعرف مين هو. لأنه أنت في خلال علاقتك في نرجسي كنت دائما تحاولي تلغي شخصيتك، أو هو كان يحاول يلغي شخصيتك ويحاول يخليكي زيه، أو مثلا على كيفه يحاول يسيطر عليكي. فأنت غالبا نسيتي أنت إيش تحبين وإيش ما تحبين. فأنت يبدأ الحين يعني تعرفي على نفسك من جديد، تعرفي إيش تحبين وإيش ما تحبين، سويه. طيب هذا شيء جدا مهمة. في برضه سلسلة اللي هي ريبيرنتينج، أو إنه عادة كوني أما وكوني أبا لنفسك، هحطها إن شاء الله بعد هذه الحلقات، بحيث أيضا إذا احتجتي إلى استفاضة أكثر. مهمة جدا هذه الحلقات، كن أما وكن أبا، جدا جدا مفيدة بالنسبة لك إن شاء الله. إيش كمان؟ تقبلي الصمت. في شيء مهم، يعني أحيانا إحنا كنساء عاطفيات مثلا ما نحب الفراغ، نحب نكون حياتنا مليانة وكذا وكذا، أحيانا هذا الصمت هو اللي يؤلمنا. واجهي هذا الصمت، لا تخلي خوفك دائما ويخليك دائما مرعوبة منه، واجهي. طيب خلاص أنا كنت صامتة، إيش ما صار شيء، عارفة؟ عيشي لحظة الصمت هذه، تقبليها، لا تخلين مثلا انه الصمت هذا شيء عدوك اللدود وانت تحاولي تهربي منه دائما وكذا ومرعوبة منه. لا بالعكس، خلي عندك لحظات صمت ولحظات تأمل وحدك، عادي جدا. خلي الصمت لا يخيفك، طبيعي جدا، عادي، من جزء من حياتك، بالعكس حتحبيه بعد فترة كمان، يعني انه حلو صار يصير ممتع، سبحان الله. سوي الأشياء اللي كان يمنعك منها، إذا كان يمنعك مثل أشياء مثلا كنت تحبيها سويها الآن، عارفة كيف؟ عيشيها، وسوي الأشياء اللي تحبي تسويها مع شريك حياة يعني فيما بعد. أحيانا إحنا ننتظر لين ما شريك الحياة يجي عشان نسوي الأشياء هذه له، عارفة كيف؟ أو معاه. لا، سويها الآن أنت وحدك. تحبين تقعدين تشوفين الطبيعة مثلا، اطلعي اقعدي مع نفسك وسوي هذا الشيء. تروحين تحبي مثلا تشربين قهوة مثلا في مكان هادئ، روحي اشربي قهوة مثلا في مكان هادئ، عارفة؟ أي شيء تتمنين إنه تسوينه مع شريك حياة سويه الآن وحدك، حتلاقي إنه بعد فترة متقبلة إنك أنت وحدك، ومبسوطة إن شاء الله في هذه الجزئية. أتمنى لك التوفيق حبيبتي، وابشري راح تتعافي إن شاء الله، وراح تتجاوزي هذه الأزمة.